الله. الحين حنسوي مقطع التحدي، كل واحد يجرب حاجة من دي، واللي يسوي مظبوط وما يتعب هو الفائز. بس نائلة انت الدبل، يعني هي تسوي حاجة 10 مرات انت تسوي 20 مرة، يعني انت اكبر وهي كانت وجعانة نائلة. طيب يلا ابدا. انت اقوى ولد. يلا بنت صغيرة وكمان صغيرة. يلا يلا نبدا التحدي. بدأنا مع نائلة التحدي. يلا نائلة، 1 2 3 4 5 6 7. عوشت رجلك، انهزمتي. يلا صوت، خلي رجلك مستقيمة. يلا 1 2 3. لا تعوج رجلك. 1 2 لين صدرك. 3 4 5 6 7 8 9 10. ياي. يلا دور سلطان. يلا يا سلطان، هذا التحدي اول. يلا يلا دورك. يلا شيل هذا حبيبي، امشي. يلا يلا يا سلطان. يلا يلا دور سلطان. يلا ارفع، ما تعوج رجولك، مدها. يلا شدها على صدرك. 1 شوف عندك 3 محاولات. هتنزل سلطان طبعا ما يقدر. لا مد رجولك، ممنوع مثنية. مد رجولك مستقيمة، اخر محاولة لك. مد رجولك. 4 5. مد رجولك. 6 مد رجولك. 8 9 10 11. مد رجولك. 13 اسحبها على صدرك. 17 18 19 20. خلاص. ايش حسيت؟ ايش الصعب؟ سلطان عنده صعوبة في مد الرجل كلها. هنا وهنا يوجعك كذا. اسحبي اسحبي اسحبي، شوف لين فين تسحبين. شدي شدي شوف. لا لا رخي رجلك. شدي 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 شدي. نايلة لين هنا. خلاص نايلة لما هنا. يلا قومي دور سلطان. شوفك لين فين تسحبها. ايوه اتحرك رجلك، اتحرك. ايوه كمان ارفع. يلا نايلة نايلة لين الصرة. يلا 1 2 3. يلا يلا الله سلطان فاز. رفعت لين الصدر انت. نايلة لما هنا، انت لما هنا. يلا الحين ايش هذا التحدي؟ خذي 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 سلطان. من يفغص اكثر؟ يلا كيف يعني؟ فصل. ايوه افغصي. شوف ما قدرتي صح؟ صعب انه ايوه ايوه سلطان، اذا فزت في هذا تفوز، لانه نائله فازت عليك في هذيك. هذيك نائله فازت وانت فزت في هذه. الحين هذه نشوف مين. شوف مين. شوف مين. هذه طبعا جاتنا بالغلط من موقع سوق. يلا يا سلطان. ها مين فغصها؟ يلا مين مين فغص؟ اشوف سلطان. ها سني. اه يا قوي شفتي فغصتها؟ لا اشوف شوف. كله اغنيه. وريني. لا كيف فغصتي ولا لا؟ سني سني. ايوه سلطان. شوف الله برافو سلطان، نقطة. ايوه نائلة. يلا الحين انت انهزمتي في هذه نائلة. طيب كيف هذه؟ الحين نائلة ترى اذا طويل قولي لي اخليها طويل. طويل؟ فعاليات البيت من الطفش ما احنا عارفين ايش نسوي. يلا يلا نايلة وين؟ لا 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 يلا سهل. يلا طيب خلصت. نطي لو نطة واحدة، لو نطيتي نطة يعني انت فايزة. طيب قصري اكتر. لا مزبط. يلا ما حد ينط على ورا، على قدام. ايوه وان ايوه. يلا 1 2 3. لا لازم بسرعة تدخلينا تحتك، لو دخلتيها خلاص. يلا اجين 1 2 3 من ورا لازم. ايوه يلا 1 2 3. يا نائلة. يلا سلطان دار ما سويتي. شوفي سلطان عنده نقطتين، انت نقطة واحدة عندك. يلا هذا اخر تحدي. يلا يلا يا سلطان 1 2 3. ياي خلاص حقصرها النايلة شوية عشان طويلة. شوفي كيف ضربات، شايفة بقوة يسحبوا النص. يلا دور نايلة، انت الحين عندك 3 نقاط. يلا نايلة يلا خذي عيدي على طول، حتأفلمي حتبكي. لعبة هذه تحدي فعاليات البيت، امسك يلا.
ها نخرج نخرج نتمشى؟ فين نروح؟ ليش ما نخرج؟ عشان بعدين نزلنا شرطي. شرطي؟ كورونا. كورونا؟ لا لا ممنوع ننزل. نشوف لازم نحافظ على نفسنا عشان مو كورونا ولا عشان شيء. لازم نجلس في البيت عشان المرض يروح من السعودية خاصة ما عندنا أمراض. بعدين نطلع براحتنا. خذوا خذوا يلا نائلة. وشاهد جون سينا نائلة. جون سينا نائلة. جون سينا يلا 1 2 3 يس فزتي؟ حاولي 1 2 3 يلا تكين جيتار بالحبل يلا لا خلاص طب انهزمتي هاتي اعطيني الحبل عشان تفوزين هاتي تبي تفوزين 2 3 ايوه خلاص نطلع الان عقت وراها خلاص لا انت فزت 3 وهي 2 لسه 1 هي بس فازت نايلة ما يعلمونك في المدرسة نط الحبل ليش هيا هاتي 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 الحبل هاتي الحبل انت عشان تلفين من ورا هاتي الجيتار اجلسي قدامي يلا غني ايش تبي تغني مانكي يلا ايوه خلاص خلاص تعادلتوا تعادلتوا طيب خلاص تعادلتوا استنوا في هديه لكم في هديه لكم في هديه لكم طب خلاص انتوا كلكم فايزين لا حد يزعل طيب طيب انا الفايز انت الفايز خلاص انت المهزومه سوي حاجه ثانيه عشان تصيرون تعادل يلا نشوف يستاهل طيب سلطان تعدي الثاني سوي كذا سلطان سلطان سوي لها كذا اذا غمضت عينها مهزومه شفت انا ما ضربتها شوف ما ضربتها يلا سوي لها عيد عيد ثلاثة محاولات لا ثلاثة محاولات بعدين ما تغمضين يلا عيدي عيدي كمان اخر محاولة عيدي اخر شيء اخر شيء اخر شيء يلا نايلة شجاع ما حيضربك ابدا يلا لا تخافين ها استني يلا لا تطهر والله ما غمضت ما غمضت ما غمضت يلا عيد نايلة ايش نقول لهم نهاية المقطع لا تنسون السبسكرايب واللايك وتفعيل الجرس والشير وباي اضربي اضربي سلطان هو خلاص تحدي بس تحدي بسيط بس كذا تعادل تعادل صح عشان تخاف البيت طفش ما في شيء ايوه لازم نفرح ايوه يلا يلا